ما حكم تلوين شعر البشرة باللون الأصفر خاصة ما بين الحاجبين ويتخذه النساء بدلا عن النمص؟ هذا من تغيير خلق الله عز وجل، يجب على المرأة أن تبقي حاجبيها كما خلقهما الله، لا تغير فيهما، تبقي شعرها كما خلقه الله، إلا إذا كان فيه شيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب، الشيب يغير بغير السواد الخالص، أما غير الشيب يترك على ما هو عليه. نعم.